الآن عزيزي افتح كتابك على الوحدة الثانية من أجمل ما رأيت، من أجمل ما رأيت. طبعا أخذنا في الدرس السابق قصيدة من مولد الهادي محمد، وذكرنا عنها لروحية القليني، وقلنا احفظوا أربعة أبيات منها، وقمنا بشرح القصيدة التي تتحدث عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنصف المسكين، وكيف اعتنى باليتامى الدين الإسلامي، وكيف أعطى للبنت حقها كما أعطى للولد حقه أيضا. الآن عزيزي سنأتي إلى الدرس الثاني أو الوحدة الثانية، نص الاستماع سنبدأ به بإذن الله تعالى. ستستمعون أعزائي إلى نص الاستماع، هل أنتم جاهزون؟ ستستمعون الآن إلى نص الاستماع ومن ثم تجيبون على الأسئلة التي أمامكم. سأقرأ على مسامعكم النص، استمعوا الآن، هل أنتم جاهزون؟ هيا أعزائي. رابع، أقام فريق الكشافة مخيمهم في إحدى الغابات في ساحة خالية بين أشجار البلوط، وكان أبناء القرية المجاورة يسمعون فريق الكشافة صباح كل يوم يحيون العلم بقولهم: يحيى الأردن. سامر واحد من الأعضاء الذين انضموا إلى الفريق حديثا، لذا طلب القائد إلى فريق إلى عريف الطليعة أن يعلمه قانون الكشاف الذي يقوم على الصدق والنظافة والتواضع والطاعة. أحب سامر هذا المخيم وشارك في المسابقات التي أقيمت فيه وفي رحلات السير على الأقدام وتعلم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية. استمعتم الآن إلى النص أعزائي، انتبه إلى الأسئلة التي أمامك. أين أقام الكشافة مخيمهم؟ إذا ذكرنا أنهم أقاموا مخيمهم أين؟ نعم ممتاز، في إحدى الغابات في ساحة خالية بين أشجار البلوط، في إحدى الغابات في ساحة خالية بين أشجار البلوط، ممتاز. رابع السؤال الثاني، ماذا يقول الكشافة عند تحيتهم العلم؟ ماذا يقولون؟ ذكرنا عندما قرأت نص الاستماع، هل تذكرون ماذا يقولون عند تحيتهم العلم؟ إذا يقولون يحيى الأردن، ممتاز. السؤال الثالث، ماذا تعلم سامر من عريف الطليعة؟ ماذا تعلم سامر؟ قلنا أن سامر واحد من الأعضاء الذين انضموا إلى الفريق حديثا، لذا طلب القائد إلى عريف الطليعة أن يعلمه ماذا؟ هذه هي الإجابة الآن سنذكرها. إذا طلب منه أن يعلمه قانون الكشاف الذي يقوم على الصدق والنظافة والتواضع والطاعة. قانون الكشاف الذي يقوم على الصدق والتواضع والنظافة والطاعة، أحسنتم، ممتاز. الآن وصلنا إلى السؤال الرابع، بما شارك سامر في المخيم الكشفي؟ هل تذكرون عندما قرأت النص بما شارك سامر في المخيم الكشفي؟ بماذا شارك؟ إذا شارك، هل لديكم إجابة؟ نعم، شارك في المسابقات التي أقيمت فيه، ممتاز. إذا شارك في المسابقات التي أقيمت فيه، يعني في المخيم الكشفي. انتقلوا معي إلى خمسة، ماذا تعلم سامر من المخيم الكشفي؟ ماذا تعلم سامر؟ نعم، هل تعرفون؟ من يعرف ماذا تعلم سامر من المخيم الكشفي؟ هل لديكم إجابات؟ إذا ماذا تعلم؟ نعم، تعلم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، تعلم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، ممتاز. الآن تكتبون إجابات النص الاستماع، كل إجابة بجانب سؤالها، ضع هنا سطر سطر وأكتب الإجابة على السطر بشكل واضح ومرتب. الآن عزيزي انتقل معي إلى التحدث، سنتحدث. التحدث يشبه التعبير، التحدث يشبه التعبير الذي تحدثت لكم عنه. التحدث عزيزي رابع، أولا الصورة هذه التي أمامكم، ماذا تشاهدون فيها؟ قبل أن نأتي إلى الأسئلة، ماذا تشاهدون هنا؟ نعم، نشاهد مخيم كشفي وشجرة وعلم وقائد السرية. نعم، السؤال الأول، ماذا تشاهد في الصورة؟ ماذا تشاهد في الصورة؟
ماذا نشاهد في الصورة؟ إذن نقول نشاهد مخيم الكشفي. إذن نشاهد المخيم الكشفي، المخيم الكشفي أو الكشافة، أو الكشافة. ما دور قائد الكشافة؟ هذا القائد ما دوره؟ إذن ما دوره هنا؟ دوره تنظيم الكشافة، تنظيم الكشافة وتعليمهم قوانين الكشافة. إذن تنظيم الكشافة وتعليمهم قانون الكشافة. تنظيم، نكتب هنا تنظيم الكشافة وتعليمهم قانون الكشافة. ممتاز. النقطة الثالثة أو السؤال الثالث، ماذا نتعلم من الكشافة؟ ماذا نتعلم نحن من الكشافة؟ نتعلم النظام. نعم، نتعلم النظام، نتعلم النظام والتواضع والنظافة. نتعلم النظام والتواضع والنظافة. أحسنتم، ممتاز. نأتي إلى الصورة الثانية سنتحدث عنها. ماذا تشاهدون في الصورة؟ انظروا إليها جيدا. هنا ماذا نشاهد في الصورة؟ إذا نشاهد فتيات وأولاد يحفرون الأرض ليزرعون الشجرة. إذا ماذا تشاهد في الصورة؟ إذا هنا نشاهد أناس يزرعون. إذا نشاهد أناس يزرعون. ماذا نستفيد من الأشجار؟ ماذا نستفيد من الأشجار؟ إذا نستفيد الثمار. إذا ماذا تشاهد في الصورة؟ هنا نكتب نشاهد أشخاص يزرعون أشجارا، يزرعون أشجارا. أحسنتم. النقطة الثانية، ماذا نستفيد من الأشجار؟ إذا نكتب هنا نستفيد من الأشجار. ماذا نستفيد؟ قلنا الثمار. نستفيد من الأشجار الثمار، نستفيد الثمار. الآن عزيزي رابع، انظر إلى الصورة الثالثة هذه، ماذا نشاهد فيها؟ إذا هنا تشاهدون من يركب دراجات ويقودها للسباق. إذا هنا سباق دراجات كما تشاهدون. ماذا يركب الأشخاص في الصورة؟ ماذا يركب؟ الدراجات. أحسنتم، الدراجات. أيهما تفضل؟ هذا السؤال لك أنت عزيزي الطالب، أيهما تفضل، استخدام السيارة أم الدراجة الهوائية؟ هذا السؤال إذا أنتم سألتموه لي أنا فسأقول ماذا تفضل، استخدام السيارة أم الدراجة الهوائية؟ هنا سأستخدم الدراجة الهوائية، سأكون عكسكم. منكم من سيقول سأستخدم أو أفضل قيادة السيارة، ومنكم من سيقول سأفضل الدراجة الهوائية. أنا سأفضل الدراجة الهوائية. لماذا؟ إذن أنا فضلت الدراجة الهوائية لأنني أستمتع بقيادتها. إذن هنا أنا أفضل الدراجة الهوائية. لماذا؟ لأنني أستمتع بقيادتها، أستمتع بقيادتها. إذا ركوب الدراجة ممتع جدا وأنت تنطلق فيها في الهواء الطلق. أتمنى أنكم أن تكونوا قد استفدتم من التحدث والاستماع. الآن عزيزي سأعطيكم إملاء بسيطة، طبعا إملاء غير متدرب عليه، إملاء غير متدرب عليه. الآن عزيزي الطالب افتح كتاب دفترك الإملاء، افتح دفترك الإملاء واكتب معي. سنكتب ثلاث أسطر بسيطة وبتأني. هل أنتم جاهزون؟ أخرجتم أقلامكم ودفاتركم؟ اكتبوا معي الآن. في أسواق سنغافورة، في أسواق سنغافورة تكثر التحف التذكارية، تكثر التحف التذكارية وتنتشر القمصان، وتنتشر القمصان التي طبعت عليها، طبعت عليها
قائمة المخالفات، قائمة المخالفات، قائمة المخالفات. نعم، أكمل معي. بأسلوب، بأسلوب جميل، بأسلوب جميل، إبرازا، إبرازا لأهمية القانون، إبرازا لأهمية القانون، وضرورته في البلاد، وضرورته في البلاد. سأعيد أعزائي، في أسواق سنغافورة، في أسواق، سأعيد من الأول، في أسواق سنغافورة تكثر التحف، تكثر التحف التذكارية، وتنتشر القمصان، وتنتشر القمصان التي طبعت عليها، التي طبعت عليها قائمة المخالفات، قائمة المخالفات. بأسلوب جميل، بأسلوب جميل، إبرازا لأهمية القانون، إبرازا لأهمية القانون، وضرورته في البلاد، وضرورته في البلاد، وضرورته في البلاد. ضع نقطة، انتهى الإملاء. الآن انتهى الإملاء. الآن عزيزي طالب الصف الرابع، افتح معي كتابك على درس ما أحسن أن نفعل مثلهم. طبعا أخذنا الحصة الماضية، سأذكركم ما أخذنا، الاستماع، أخذنا أسئلة الاستماع، استمعتم إلى النص وجاوبنا عن الكشافة وعن المخيم الكشفي، ثم أخذتم التحدث وتحدثنا عن كل صورة مما أمامكم، وكتبتم الإجابات أمام كل سؤال أو بجانب كل سؤال. الآن عزيزي الطالب سنذهب إلى الدرس المقابل. اسم الدرس ما أحسن أن نفعل مثلهم. نقرأ النص، سأقرأ معكم، استمعوا إلى القراءة، استمعوا إلى القراءة، افتح كتابك وتبع معي. يعمل والد مهند صحفيا، يجول في البلدان والدول لينقل للعالم أهم الأحداث والأخبار فيها. قال مهند: حدثني يا والدي عن غرائب أعجبتك في البلدان التي زرتها. قال أبوه: أعجبني في البلدان جمهور كرة القدم، إذ يأتي المشجع إلى المدرج قبل المباراة بيوم ويحجز مكانه بوضع شريط لاصق، يكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور، ويضع زجاجة ماء، وفي يوم المباراة يأتي كل مشجع إلى مكانه المحدد من غير ازدحام. وأعجبني أكثر من ذلك كله، وأعجبني أكثر أن ذلك كله يحدث من غير وجود أجهزة التصوير والمراقبة. اقلب الصفحة. وفي سنغافورة يجمعون القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد من عملية الحرق الطاقة الكهربائية المفيدة، أما الرماد فينقلونه إلى عرض البحر حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراء. وفي هولندا أعجبني سكان مدينة أمستردام التي تعرف بعاصمة الدراجات، لأن أكثر من نصف سكان هذه المدينة يستخدمون الدراجات يوميا، ليس لأنهم فقراء بل لأن ذلك أفضل لصحتهم وبيئتهم. قال مهند: ما أحسن هذه العادات، وما أحسن أن نفعل مثل أصحابها. الآن عزيزي سأعطيكم معاني الكلمات. يعمل والد مهند صحفيا، صحفيا أي يعمل في الإعلام، صحفيا أي الإعلام. يجول في البلدان، معنى يجول أنه يسافر كثيرا لينقل للعالم أهم الأحداث والأخبار فيها. قال مهند: حدثني يا والدي عن غرائب أعجبتك في البلدان التي زرتها. قال أبوه: أعجبني في اليابان جمهور. ما معنى جمهور؟ الجمهور تعرفون أنهم المشاهدون، مشاهدون. كذلك قبل المباراة بيوم، ويحجز، معنى يحجز أي يتخذ مكانا خاصا له،
مكانا يتخذ مكانا خاصا له. هنا معنى كلمة ازدحام في السطر الأخير، ازدحام من غير ازدحام أي من غير تدافع، تدافع. نعم، الصفحة الثانية، وفي سنغافورة يجمعون القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد. ما معنى تتولد؟ أي تنتج، لتنتج من عملية الحرق الطاقة الكهربائية المفيدة. أما الرماد فينقلونه إلى عرض البحر. معنى عرض البحر يعني وسط البحر، عرض البحر يعني وسط البحر، حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد. ما معنى رماد؟ الرماد عزيزي هو ما عندما نحرق ورقة، عندما تحرق ورقة ماذا يتبقى من الورقة؟ شيء أسود، هذا الأسود يسمى رماد. إذن الرماد هو ما تبقى من المواد المحترق المحترقة، إذن الرماد هو ما يتبقى من المواد المحترقة. وفي هولندا أعجبني سكان مدينة أمستردام، هذه مدينة اسمها أمستردام هكذا اسمها، وتعرف بعاصمة الدراجات لأن أكثر من نصف سكانها يستخدمون الدراجات يوميا. طبعا هذا ليس لأنهم فقراء، بل لأن ذلك أفضل لصحتهم وبيئتهم. قال مهند: ما أحسن هذه العادات. العادات هنا معناها التصرفات، وما أحسن أن نفعل مثلهم، عادات تصرفات. إذن المعاني ذكرت لكم المعاني، طبعا دوسيتك عزيزي الطالب افتحها على التحليل على الدرس الثاني من أجمل ما رأيت. الدرس الثاني ستجد عزيزي الطالب، ستجد هنا المعاني موجودة عندك في الدوسية: يجول يسافر كثيرا، ازدحام تدافع، يحجز يتخذ مكانا خاصا، رماد ما يتبقى من المواد المحترقة، وجمهور صحفيا يعمل في الإعلام، جمهور مشاهدون، وعرض البحر أي وسط البحر، والعادات التصرفات، وتتولد أي تنتج، تتولد من عملية الحرق يعني تنتج. هنا عزيزي طبعا الفكرة الرئيسة من النص، ما الفكرة؟ طبعا نتحدث عن مدينة هولندا، مدينة أمستردام، وعاصمة الدراجات، وماذا يفعلون من المواد المحترقة، ما تبقى من المواد المحترقة. إذن هنا التصرفات الحسنة تسهم في بناء الوطن، الفكرة الرئيسية من النص، التصرفات الحسنة نعم تسهم في بناء الوطن. نعم عزيزي، الآن سأعطيكم ضد الكلمات على الدوسية موجودة. ما معنى ضد الكلمات؟ هل تذكرون ما معنى ضد الكلمة؟ ضد الكلمة، الضد معناها العكس، الضد معناها العكس. كيف معنى العكس؟ من يعطيني مثال؟ ما معنى عكس أيضا؟ أعطيني مثال حتى أبين معنى العكس. إذن العكس هنا مثل كلمة أبيض عكسها أسود، كذلك غير أبيض وأسود. من يعطيني؟ إذن هدم عكسها بنى، هدم عكسها بنى، هذا معنى العكس أو معنى الضد، الضد هو نفسه العكس. إذن نأتي إلى المعاني هنا: هدم بنى، غني ما عكس الغني؟ نعم الفقير. ما عكس أقل؟ أكثر. ما عكس ضار؟ نافع. ما عكس ازدحام؟ ازدحام يعني يكون مجموعة كبيرة من الأشخاص، ازدحام عكسها تباعد، الازدحام عكسها تباعد. الآن أعزائي طبعا أعطيتكم المعاني وقرأنا الدرس، ماذا سنفعل الآن؟ سأشرح لكم الدرس. طبعا هنا يعمل والد مهند، طبعا هذا الشخص الذي اسمه مهند يعمل والده صحفيا يعني في الإعلام. يجول يعني يسافر كثيرا في البلدان. لماذا يسافر؟ إذا يسافر لينقل للعالم أهم الأحداث والأخبار، حتى ينقل للعالم لكل الناس أهم ما يدور في البلدان من أحداث وأخبار، لأنه صحفي. قال مهند: حدثني يا والدي عن غرائب أعجبتك في البلدان التي زرتها. إذا هنا مهند يقول لوالده: حدثني ماذا رأيت، ماذا أعجبك في تلك البلدان التي زرتها؟ ماذا رد عليه والده؟ قال له: أعجبني في اليابان. إذا زار أول شيء اليابان. ماذا أعجبه في اليابان؟ جمهور كرة القدم، جمهور كرة القدم. ماذا أعجبه في جمهور كرة القدم؟ أعجبه أنه يأتي المشجع إلى المدرج كما ترون هنا في الصورة، يأتي المشجع إلى المدرج ماذا يفعل؟ قبل المباراة بيوم،
ويحجز مكانا. انظر، إذا يحجز مكانه، ماذا يضع؟ يضع شريط لاصق، هذا الذي ترونه أمامكم، شريط لاصق يعني ورقة عليها اسمه، يلصقها على هذا الكرسي ويكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور، ويضع أيضا زجاجة ماء كما ترون على نفس الكرسي الذي حجزه. وفي يوم المباراة، عندما تبدأ المباراة عزيزي، يأتي كل مشجع إلى مكانه المحدد من غير ازدحام. إذن يأتي الشخص ويجلس في مكانه الذي اختاره، لا يصبح هناك ازدحامات. إذن من غير ازدحام أي من غير تدافع. ماذا أعجبه أيضا؟ قال: وأعجبني أكثر أن ذلك كله يحدث من غير وجود أجهزة التصوير والمراقبة. يعني كل النظام الذي يحدث عندما يحجز الكرسي ويضع الشريط اللاصق ويضع زجاجة الماء، هذا كله يحدث من غير وجود أجهزة تصوير، يعني لا يوجد أحد يصورهم، انتظام من دون تصوير. الآن عزيزي اقلب الصفحة. الآن في سنغافورة، في سنغافورة ماذا يفعلون؟ يجمعون القمامة والنفايات. القمامة هي نفس المعنى، القمامة هي نفسها النفايات، كلمتان مختلفتان في الكتابة ولكن تعطيان نفس المعنى، القمامة والنفايات. ويحرقونها، يأتوا بالقمامة في سنغافورة ويحرقونها. لماذا؟ حتى تتولد، يعني تنتج من عملية الحرق، الطاقة الكهربائية المفيدة. إذن ماذا تتولد من عملية الحرق؟ طاقة كهربائية مفيدة. نعم نعم، تولدت طاقة كهربائية مفيدة، الرماد الذي يخرج من المواد المحترقة. قلت لكم أن الرماد، ما هو الرماد؟ قلنا أن الورقة عندما نحرقها وتصبح سوداء، هذا الأسود يسمى رمادا. إذن هو الرماد هو ما تبقى من المواد المحترقة. هذا الرماد أعزائي، ينقلون هذا الرماد إلى عرض البحر، ينقلونه إلى وسط البحر. إذا ينقلونه أين؟ إلى وسط البحر، حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد. بنوا هناك جزيرة من القمامة من الرماد المحترق، وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراء، لأن هذا الرماد أصبح بهذا الشكل، أصبح أعزائي سماد، سماد يسمدون فيه المزروعات، فأصبحت تحولت إلى جنة خضراء. في هولندا أعزائي، الآن انتهينا من سنغافورة، نأتي إلى هولندا. في هولندا أعزائي ماذا أعجبه؟ أعجبه سكان مدينة أمستردام، هذه المدينة اسمها هكذا في هولندا. هذه المدينة تعرف بعاصمة الدراجات. إذن هنا تعرف بماذا؟ لأن بعاصمة الدراجات، لأن أغلب الذين يقودون في هذه البلدة في هولندا يقودون دراجات، لذلك سميت بعاصمة الدراجات مدينة أمستردام. لماذا؟ هل لأنهم فقراء؟ لا، لأن أكثر من نصف سكان هذه المدينة يستخدمون الدراجات، ليس لأنهم فقراء، بل لأن ذلك أفضل لصحتهم وبيئتهم. لماذا أفضل لصحتهم وبيئتهم؟ يعني أفضل لصحتهم لأنهم يقودون الدراجة كأنهم يفعلون حركات رياضية، عند تحريك أقدامهم على بدلات الدراجة هنا كأنهم يفعلون حركات رياضية، رياضة. وبيئتهم، وأفضل لبيئتهم لماذا؟ لأن كما تعلمون أن السيارة عندما نشغلها تخرج ثاني أكسيد الكربون، أما الدراجة لا تخرج هذا الغاز. قال مهند: ما أحسن هذه العادات. إذن هنا ما للتعجب، ما أحسن هذه العادات، كما ترون هذه علامة التعجب عزيزي، وما أحسن أن نفعل مثلهم. أيضا هنا جملة تعجب أخرى، ما أحسن أن نفعل مثل أصحابها، هنا أيضا علامة التعجب. أعزائي استمعتم إلى شرح الدرس. الآن عزيزي نأتي إلى معاني المفردات والتراكيب، انتبه معي، اقرأ السؤال، هيا اقرأ معي. صل الكلمة في العمود الأول، هذا العمود، بما يناسب معناها من العمود الثاني. صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني. ما هي الكلمة الأولى؟ يجول. يجول ماذا؟ ما معنى يجول؟ قلنا يعمل والد مهندا صحفيا، يجول البلدان. ما معنى يجول؟
يجول هي معناها يسافر كثيرا. ما معنى ازدحام؟ ما معنى ازدحام؟ ازدحام معناها تدافع. أحسنتم. يحجز، ما معنى يحجز؟ قلنا يأتي المشجع إلى المكان ويحجز مكانا له، إذا يحجز معناها يتخذ مكانا خاصا. ما معنى رماد؟ قلنا الرماد ينتج عن ماذا؟ عن حرق ورقة مثلا، يخرج منها مادة سوداء تسمى رماد. إذا ما هو الرماد؟ الرماد هو ما يتبقى من المواد المحترقة. أحسنتم، ممتاز. الآن أعزائي، هنا السؤال الثاني، السؤال الثاني، اختر ضد المناسب لكل كلمة فيما يأتي واكتبه في الفراغ. ما معنى الضد؟ ذكرت لكم ما معنى الضد، قلنا الضد هو العكس. ما معنى العكس؟ مثل ماذا؟ قلنا مثل أبيض عكسها ماذا؟ أبيض عكسها أسود، أبيض عكسه أسود. إذن هنا لدي كلمات ما بين الأقواس: هدم، أقل، ذكي، غني، وضار. الكلمة الأولى مفيد، ما عكس مفيد؟ المفيد عكسه ضار، ممتاز. إذا الآن عزيزي، ما عكس فقير؟ عكسه غني، الفقير عكسه غني. ما عكس أكثر؟ هل تعرفون ما عكس أكثر؟ الأكثر يكون شيء كثير، عكسه ماذا؟ أقل، ممتاز، أقل، أحسنتم. بنى، ما عكس بنى؟ الذي يبني، عكس البناء الهدم، الهدم. إذن بنى عكسها هدم. السؤال الثالث، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يعمل والد مهند صحفيا، أي يعمل فيه، يعمل صحفيا. ما معنى صحفيا؟ هل معناها السياحة والسفر؟ هل معناها تأليف الكتب؟ هل معناها الإعلام ونقل الأحداث؟ إذا معناها الإعلام ونقل الأحداث. الصحفي، الصحفي هو الذي ينقل الأحداث، يعمل في الإعلام. أعجبني في اليابان جمهور كرة القدم. كلمة جمهور، كلمة جمهور، هل معناها لاعبين؟ هل معناها المشاركين؟ هل معناها المشاهدين؟ هيا من يجيب، من يجيب عن هذا السؤال؟ هل تعرفون هل معناها لاعبين؟ لا، خطأ. إذن الجمهور، هل معناها المشاركين؟ لا. إذن هنا معناها المشاهدين، الجمهور هم الذين يشاهدون. أحسنتم. عرض البحر، ماذا يعني عرض البحر؟ عرض البحر قلنا وسطه قبل قليل، وسطه، العرض هو وسطه. هل هو معناه مياهه؟ هل هو معناه وسطه؟ هل هو معناه شاطئه؟ إذن الإجابة باء، وسطه. السؤال الرابع عزيزي، استخرج من الفقرة الثالثة كلمتين تؤديان المعنى نفسه. سنعود إلى النص، سنعود إلى النص وننظر إلى الفقرات. مثلا هنا هذه، هذا السطر ونصف، هذه تسمى فقرة أولى، هذه فقرة واحد، الفقرة الأولى من عند قال مهند إلى آخر النقطة، هذه تسمى فقرة ثانية. اقلب الصفحة. هنا وفي سنغافورة إلى كلمة الخضراء، هذه تسمى الفقرة، فقرة ثلاثة. أحسنتم. إذن هنا ما هو سؤالنا؟ سؤالنا استخرج من الفقرة الثالثة. إذن هذه هي الفقرة الثالثة، هذه هي، استخرج كلمتان تؤديان المعنى نفسه. ما هما الكلمتان؟ ابحثوا عنها. وفي سنغافورة يجمعون القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد من عملية الحرق الطاقة الكهربائية المفيدة، أما الرماد فينقلونها إلى عرض البحر حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراء. أين الكلمتان؟ لتان تعطيان نفس المعنى. إذن كلمة القمامة، ممتاز، وكلمة النفايات، أحسنتم، القمامة والنفايات، قمامة والنفايات. إذن هنا نكتب القمامة والنفايات. السؤال الخامس، حدد معنى الكلمة
التي تحتها خط. ما أحسن هذه العادات، ما أحسن هذه العادات. ما معنى العادات؟ قلنا العادات ما معناها؟ هل تذكرون ماذا قلنا؟ معنى العادات، ما معنى العادات؟ قلنا التصرفات، التصرفات، نعم التصرفات. ب تتولد الطاقة من عملية الحرق. ما معنى تتولد؟ تتولد الطاقة يعني تنتج، تنتج، تنتج الطاقة من عملية الحرق. ممتاز. الآن أعزائي انتقل إلى صفحة الفهم والاستيعاب. ماذا يعمل والد مهند؟ هل تذكرون ماذا يعمل؟ إذن يعمل والد مهند، قلنا ماذا يعمل؟ إذن يعمل صحفيا يجول، ها هي هنا، يعمل والد مهند صحفيا يجول في البلدان والدول. إذن يعمل، اكتب معي هنا، يعمل صحفيا يجول في البلدان والدول. السؤال الثاني، كيف يحجز المشجع الياباني مكانا له في المدرج؟ كيف يحجز المشجع الياباني؟ نعم، كيف يحجز؟ يحجز مكانه، قلنا بوضع شريط لاصق ويكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور ويضع زجاجة ماء. إذن يحجز مكانه، هنا نعود إلى الأسئلة، يحجز مكانه بوضع شريط لاصق ويكتب عليه اسمه ويضع زجاجة، زجاجة ماء. نعم، بما تعرف مدينة أمستردام؟ أكيد كلكم تذكرون ماذا تعرف مدينة، إذن بمدينة الدراجات، بمدينة الدراجات. إذا قلنا بمدينة الدراجات. السؤال الرابع هنا، ما الفائدة من استخدام الدراجات كما جاء في النص؟ ما الفائدة من استخدام الدراجات؟ تذكرون ما الفائدة؟ إذا قلنا هنا الفائدة من استخدام الدراجات، لأن أكثر من نصف سكان هذه المدينة يستخدمون دراجات يوميا، ليس لأنهم فقراء بل لأن ذلك أفضل لصحتهم وبيئتهم. إذا الإجابة لأن ذلك أفضل لصحتهم وبيئتهم، أفضل لصحتهم وبيئتهم. ممتاز. عزيزي السؤال الخامس، كيف يتعامل الناس في سنغافورة مع القمامة والنفايات؟ ارجع إلى سنغافورة، ها هي هنا، كيف يتعامل الناس مع القمامة في سنغافورة والنفايات؟ إذن في يجمعون القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد من عملية الحرق الطاقة الكهربائية المفيدة. أما الرماد فينقلونه إلى عرض البحر. إذن ماذا قلنا؟ يجمعون القمامة هنا. كيف يتعامل الناس في سنغافورة مع القمامة والنفايات؟ يحرقون، يجمعون القمامة والنفايات، نعم يجمعون القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد من عملية الحرق، نعم لتتولد من عملية الحرق الطاقة الكهربائية المفيدة، الطاقة الكهربائية المفيدة فقط. إذن هذه هي الإجابات، إجابات الفهم والاستيعاب الخمسة. عزيزي هذه الإجابات تكتبونها، السؤال والجواب، سؤال وجواب، يكتب على دفتر النسخ، اكتبوها على دفتر النسخ، على دفتر النسخ، النسخ والتدريبات.
التدريب سأعطيكم التدريب الأول، هنا سأعطيكم فقط التدريب الأول. واحد، أضف حرفي آ وإن إلى آخر كل كلمة فيما يأتي. ماذا تذكركم الآ وإن؟ ما هو الدرس الذي أخذتموه يضاف له آ؟ الدرس الذي أخذتموه يضاف له آ وإن، ما هو هذا الدرس؟ المثنى، تذكرون المثنى؟ المثنى، أتذكرون المثنى؟ ما هو المثنى؟ المثنى يعني اثنان، يعني ولد زائد ولد، ماذا يعطيني؟ يعطيني ولدان، اثنان. ماذا ضفت لهذه الكلمة؟ ضفنا آ وإن. إذن عندما نقول بنت وبنت، أفضل من أن نقول بنت وبنت، نقول ماذا حتى نعملهما مثنى؟ إذا نقول بنتان، نقول بنتان، إذا ضفنا آ وإن. إذا هذه الآ وإن تذكرني بالمثنى، عندما أقول مزارع ومزارع ماذا أقول؟ مزارعان، إذا أضع آ وإن للمثنى. الآن نعود إلى مثالنا، هنا عندي معطيك جزيرة أضاف لها آ وإن، ماذا تصبح؟ جزيرتان. صحفي أضاف لها آ وإن تصبح صحفيان، ممتاز. الآن هيا حل معي هذا المثال لوحدك. والد، ضف لها آ وإن، ماذا تصبح؟ ها، والدان، رائع رائع. كرة، كرة ضف لها آ وإن تصبح كرتان، كرتان. طبعا الكرة هذه لعبتكم المفضلة، كرتان. مدينة، ماذا تصبح مدينة عندما أضيف آ وإن؟ تصبح مدينتان، مدينتان، ممتاز. مشجع، ضف لها آ وإن، ماذا تصبح؟ تصبح مشجعان، مشجعان، رائع. إذن هذا أو هذه القاعدة تتحدث عن المثنى، المثنى نضيف له آ وإن، آ وإن. أعزائي طلاب الصف الرابع، كيف أنتم اليوم؟ إن شاء الله أنكم بخير. أحبائي سنأتي إلى درس اللغة العربية، درس ما أحسن أن نفعل مثلهم. قرأتم الدرس؟ هل قرأتموه أنتم؟ نعم، ابعثوا لي القراءة بأصواتكم الجميلة. أحبائي بعدما قرأنا الدرس ووصلنا إلى نعم إلى الأسئلة، أخذنا الأسئلة وأخذنا المثنى. أحبائي قلنا ماذا يعمل والد مهند، سأذكركم بالدرس، يعمل صحفيا، يجول في البلدان. وكيف يأتي المشجع الياباني إلى مكانه ويحجز المكان؟ ممتاز، أحسنتم. قلنا بأنه يأتي إلى المدرج يوم المباراة، بيوم قبل المباراة بيوم، ويحجز مكانا. كيف؟ قلنا بوضع شريط لاصق يكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور ويضع زجاجة الماء، ممتاز. كذلك قلنا عاصمة مدينة أمستردام بماذا تعرف؟ نعم، بعاصمة الدراجات، ممتاز. كذلك قلنا ما فائدة الدراجات؟ أفضل للصحة والبيئة. كيف يتعامل الناس في سنغافورة مع القمامة والنفايات؟ ماذا فعلوا فيها أو بها؟ جمعوها وحرقوها وتولدت منها طاقة كهربائية مفيدة. أما الرماد أين ينقلونه؟ ينقلونه إلى عرض البحر حيث يبنوا جزيرة القمامة من الرماد، وزرعوها تحولت هذه الجزيرة إلى جنة خضراء. أحبائي كذلك قلنا كيف نجعل الكلمة المفردة مثنى؟ والد تصبح والدان، كرة كرتان، مدينة مدينتان، مشجع مشجعان، نضيف ألف ونون، هذا المثنى. أحسنتم، هذا المثنى. أحبائي اليوم سنبدأ معا بتكملة التدريبات. السؤال الثاني،
املأ الفراغ، هيا معي حبيبي عزيزي الطالب، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الشكل المجاور، ولاحظ حركة الفتحة على آخرها، هذا هو الشكل المجاور، هذا الشكل المجاور. كلمة يحافظ فوق فتحة، ها هي انظر، تقتصد فوق فتحة، تنصح فتحة، يجمع فتحة، تصاحب فتحة. إذن هذه كلها فوقها فتحات. هذه ماذا تلاحظ بهذه الكلمات عزيزي؟ انظر إليها جيدا، تلاحظ أنها أفعال مضارعة. يحافظ، يحافظ الآن مستمر في المحافظة، تقتصد تنصح، يجمع، تصاحب، كلها هذه أفعال مضارعة. الآن عزيزي املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الشكل المجاور، ولاحظ حركة الفتحة على آخرها. سأشرح لكم أولا المثال الأول، عليك أن تصاحب الأخيار، عليك أن تصاحب الأخيار. هنا عزيزي سأشرح لك هذا التمرين، هنا عليك أن، لاحظ كلمة أن، تصاحب الأخيار. انظر عزيزي هنا، انظر عزيزي الطالب، عليك أن تصاحب الأخيار. إذن تصاحب هنا فعل مضارع. أنتم تعرفون أن الفعل المضارع يكون مرفوع بالضمة، الفعل المضارع يكون مرفوع بماذا؟ بالضمة. طيب لماذا هنا الفعل المضارع جاء منصوبا بالفتحة؟ لأن سبقته أداة نصب، لأنه سبقته أداة نصب. عندما تأتي أداة نصب قبل الفعل المضارع يصبح أعزائي الفعل المضارع منصوب، نقول فعل مضارع منصوب بالفتحة، فعل مضارع منصوب بالفتحة. ممتاز أحبائي. إذن ما هي أحرف أو حروف النصب؟ حروف النصب، كي تعرفون حروف النصب أو كي تعرفون أن الفعل المضارع منصوب بالفتحة لابد أن تعرفوا ما هي حروف النصب. ما هي حروف النصب؟ استمعوا إلي، أن لن كي ولام التعليل، لام التعليل، احفظوها، احفظوها، أحرف النصب احفظوها، حروف النصب احفظوها، أن لن كي ولام التعليل. يعني أي كلمة من هذه، أي حرف من هذه الأحرف إذا دخلت على الفعل المضارع يصبح منصوب بالفتحة، حروف النصب، حروف النصب إذا دخلت على الفعل المضارع، نعم، يصبح منصوب بالفتح. إذا دخلت حروف النصب على الفعل المضارع يصبح منصوبا بالفتحة. ممتاز أعزائي. الآن إذا ما هي أحرف المضارعة؟ سأعيد، أن ولن وكي ولام التعليل، أربعة أحرف. الآن أنتقل إلى التمرين الذي أمامي، عليك أن تصاحب الأخيار. إذا عرفتم لماذا هذه منصوبة، إذا أكتب هنا فعل مضارع منصوب بالفتح، فعل مضارع منصوب بالفتح. ب، على المرء أن ماذا؟ على المرء أن تقتصد، ولا أن تنصح، ولا أن يجمع، ولا أن تصاحب، ولا أن يحافظ. على المرء أن يحافظ، ممتاز، أن يحافظ على بيئته. وضع الفتحة هنا لا تنسى، لأن سبقه أن. أحرص على أن حرف نصب، أن نقط في استعمال الماء، أن ماذا؟ أن تقتصد، تقتصد فتحة. أن فراغ أخاك متأخرا
خير من تركه على الخطأ. إذن أن ماذا؟ أن تنصح، أن تنصح فتحة. إذن تنصح فعل مضارع منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأن سبقته أن الناصبة، أن الناصبة. الآن أعزائي نأتي إلى السؤال الثالث. سؤال ثلاثة: املأ الفراغ في كل جملة بما يكمل معناها من الكلمات المجاورة. ألف: رسم الفنان لوحة نقط عالية جميلة بطيئة الصالح المحدد. هذه الكلمات أعزائي تدل على الصفة، سأصف اللوحة التي رسمها الفنان، إذن هنا صفة، هذه الكلمات صفة، هذه الكلمات صفة. رسم الفنان لوحة جميلة، ممتاز، جميلة. نلاحظ أن الصفة حركتها نفس حركة الكلمة التي قبلها، إذا كانت التي قبلها منصوبة تأتي منصوبة، مرفوعة تأتي مرفوعة، مجرورة تأتي مجرورة، هنا منصوبة. باء أعزائي: يأتي المشجع إلى المكان نقط من غير ازدحام. إلى المكان ماذا؟ ما صفة هذا المكان؟ ما صفة المكان؟ إذن صفته المحدد، المكان المحدد، ها هي المكان المحدد، أحسنتم. جيم أعزائي انتبهوا هنا، أنا رأيتكم أنكم منشغلون، لستم منتبهون، هل أنت منتبه يا محمد؟ حظيت المجتهدة بمنزلة عالية، حظيت المجتهدة بمنزلة عالية، عالية، ممتاز، أحسنتم. عالية هنا صفة، لاحظ أن كلمة بمنزلة جاءت مجرورة وعالية جاءت مثلها مجرورة، إذن الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. دال: ساعد الابن الصالح والديه، الصالح، ها هي ساعد الابن الصالح والديه، الابن مرفوعة والصالح مرفوعة، إذن الصفة تتبع الموصوف، الصفة أعزائي تتبع الموصوف. في ماذا تتبعه؟ في كل شيء، في الإفراد وفي التذكير والتأنيث، تذكير والتأنيث، وفي الإعراب، وفي الإعراب، في الإعراب يعني إذا جاء عليه ضمة يأتي التي قبله عليه ضمة، إذا جاء مجرور تأتي الصفة مجرورة، منصوب تأتي منصوبة، أحسنتم. الآن أعزائي السؤال أربعة، نعم أحبائي انتبهوا هنا، هيا أقلامكم معكم، سنجيب سوية على هذا التمرين. أعد كتابة كل جملة مما يأتي بعد وضع الكلمة المناسبة مما بين القوسين. مكان الكلمة الملونة: عندي كلمة ملونة، سمية ترحب بالضيوف، سأضع بدل سمية إحدى هذه الضمائر، هما، هي، هم، هن، هو. ما اسم هذه الضمائر أولاً؟ ماذا تسمى هذه الضمائر؟ ضمائر الغائب، نعم ضمائر الغائب. إذا كان محمد غائب نقول هو، إذا كانت حلا غائبة نقول هي، إذا كانت ثلاث بنات غائبات نقول هن، إذا كان ذكور غائبين نقول هم، إذا كان اثنان غائبان نقول هما للمثنى. مثلا شهم وحسام غائبان، ماذا نقول؟ هما، هما. إذا نأتي إلى المثال الأول. ألف: سمية ترحب بالضيوف، ماذا نقول هنا؟ سنستبدل سمية ونضع ضمير غائب، نضع هي، هي ترحب بالضيوف، ممتاز. باء: الفائزان، سأحذف الفائزان وأضع ضمير يناسب كلمة الفائزان، مثنى اثنان، ماذا أضع؟ هما استلما، هما استلما، نعم، جائزة المركز الأول،
برافو عليكم. جيم الفتيات جمع المذكر، ماذا أستخدم له ضمير غائب؟ هن لجمع الإناث، هن. إذن هن شاركنا في مسابقة أوائل الطلب المطالعين، المطالعين. أحسنتم. دال أعزائي مهند، مهند واحد مفرد، ماذا أقول له؟ هو، أحذف مهند أضع هو. هو يخبر، هو يخبر أصدقاءه عن غرائب البلدان، عن غرائب البلدان. أحسنتم. السكان هاء أحذفها، ماذا أضع بدل السكان؟ هنا جمع مذكر، هم، هم يستخدمون، هم يستخدمون الدراجات حرصا على صحتهم، ممتاز، وبيئتهم، على صحتهم وبيئتهم. أحسنتم. إذن هنا اكتبوا بعدما كتبتم، بعدما كتبتم أعزائي الإجابات على الكتاب، اكتبوا على دفتر القواعد، اكتب على دفتر القواعد القاعدة. إذن قاعدة، قاعدة، قاعدة عزيزي ضمائر الغائب. ما هي ضمائر الغائب؟ إذن هنا نكتب هي، هي، هو، هما، وهم، وهن. هي للمفرد، للمفرد المؤنث، هو للمفرد المذكر، طبعا الغائب، المذكر الغائب، وهما للمثنى، للمثنى، للمثنى الغائب، وهم للجمع، للجمع المذكر الغائب، وهن للجمع، الجمع المؤنث الغائب. أحسنتم. إذن هذه هي ضمائر الغائب، كل واحدة فيما تستخدم. ممتاز، أحسنتم. هنا تكتبوها هذه على دفتر، دفتر القواعد. اكتبوا القاعدة هذه على دفتر القواعد أعزائي.